سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ يكونش بخير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد على قناتي، وكنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الكيكه بالكريمه ديال الشوكولات، كتجي البنات رائعه وكتستحق تجربه. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. ودابا البنات غادي نخدموا نفس الوقت، غادي نقول لكم المقادير ديال هذا الكيك. غادي نحتاجوا جوج حبات ديال البيض. من بعد ملي دفنا جوج حبات ديال البيض، غادي نحتاجو واحد 4 المعالق ديال السنيدة، بعد ملي ضربنا البيض مع السنيدة غادي نحتاجو 8 المعالق ديال الحليب. ودابا غادي نحتاجو 8 المعالق ديال الزيت، غادي نحتاجو واحد معلقه ديال الفاني اولا ساشي ديال الفاني اللي متوفر عندكم. دابا غادي نحتاجو 8 معالق ديال الدقيق، كاين دقيق البنات اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشرب. انا غادي ندير 4، من بعد غادي نزيد 4 مزيد ديال المعالق. غادي ندير 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي ندير 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. دابا البنات غادي نضيفو 2 معالق يكونوا صغار ديال الخل، غادي نضيفو 2 معالق ونخلطو العناصر. من بعد البنات ملي خلطت الكيكه، خديت هاد المول العجيب، درت شويه ديال الزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. دابا غادي نصب الكيكه في المول. من بعد ملي درت الكيكه في المول، دابا غادي نقادها وغادي نضربها 3 ديال الخطرات باش تخرج من هذاك الهواء اللي فيها، وغادي ندخلها في الفران ونطلقها ان شاء الله. من بعد ملي طابت ليا الكيكه كتجي البنات مفشفشه، جات رائعه. دابا غادي نخليها واحد شويه وغادي نقلبها في التبصيل. ودابا البنات غادي نسقيو الكيكه بالحليب بارد، غادي نسقيو الجوانب. هاد الكيكه البنات كتجي رائعه، شحال من خطره شاكتها معكم وكتجي ناجحه 100%. من بعد ملي سقيت الكيكه غادي نديرو الكريمه ديال الشوكولات، غادي نضيفو السيتر ديال الحليب، غادي نضيفو 2 معالق ديال لاكريم باتيسري، وغادي نديرو واحد معلقه ديال دقيق الفورص، وغادي نضيفو واحد معلقه ونص ديال الكاكاو المر. من بعد ملي خلطت العناصر غادي نديرهم فوق البطاطا تعقد لينا ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ملي درت الكريمه ديالتي فوق البوطا، خديت دابا هنايا البنان، واحد 2 بنانات قطعتهم طرونش و غادي نستهم فوق الكيكه. من بعد ملي وجدت ليا الكريمه غادي نصبها في واحد الاناء، وغادي نضيف واحد معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف واحد الراس ديال المعلقه ديال النكهه ديال الشوكولات. دابا البنات غادي نخلط العناصر باش ندوب داك ديك المعلقه ديال الزبده، وكتجي هاد البنات هاد الكريمه كتجي رائعه. من بعد البنات ملي بردات ليا الكريمه، دابا غادي نصبها فوق الكيكه، وكتجي البنات هاد الكريمه كتجي غزاله. ودابا غادي نسرحها فوق الكيك كتجي فنه.
من بعد البنات ملي سرحت الكريمه دابا غادي ندير الفغميسي ديال الشوكولات، غادي نديرها في الجوانب. من بعد ملي درت فغميسي دابا غادي ندير افيلي ديال لوس اولا كاوكاو اللي متوفر لكم. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال اليوم، وكنتمنى الكيكه تعجبكم ديال الشوكولات، كتجي البنات غزاله غزاله بزاف بزاف، كتستحق التجربه. شكرا لكم سوا البنات سوا الدراري اللي كيف القناه ديالي، شكرا على الكومنت اللي كتخليو ليا، شكرا على اللايك اللي كتخليو ليا، شكرا لكم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى فيديو اخر، يلا طلعوا لي فريسكم. الى السلام عليكم.